السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، تعالوا مع بعض نشوف الباراجرافات اللي على الوحدة الخمستاشر بتتكلم عن إيه. طبعا قبل كده اتكلمنا عن باراجراف قبل كده في الوحدة الخمستاشر، هو كان باراجراف عن What can you do to stay safe، إيه اللي ممكن تعمل عشان تكون آمن. وقلنا هو ممكن من نفس الباراجراف ده يبقى ليه عنوان تاني زي Safety in the kitchen، الأمان إزاي يكون في المطبخ. وكمان برضو ليه عنوان ثالث هو keep clean and healthy، ازاي تحافظ على نفسك نظيف وبصحة جيدة. طيب هنتكلم المرة دي عن الباراجراف هيبقى عنوانه ايه. الباراجراف هيبقى عن زي ما ظاهر لكم في الصور كده، عن ازاي اعمل an offer، ازاي اعمل خدمة، ازاي اقدم حاجة لحد. هنا زي ما انتم شايفين البنت بتساعد سيدة عجوزة. تعالوا نتكلم على الباراجراف ده. بنقول العنوان make an offer yesterday. طبعا بدل ما قلت yesterday في الاول يبقى كل الزمن عندي هيبقى ماضي. yesterday comma I made an offer to an old woman، انا عملت عرض خدمة لسيدة عجوزة. I carried her bags، حملت الحقائب بتاعتها. I helped her to get on the bus، ساعدتها عشان تركب الاتوبيس. I gave her a seat to sit on، ادت لها مقعد عشان تقعد عليه. I bought her a ticket، اشترت لها تذكرة. She thanked me، هي شكرتني. She was happy، وهي كانت سعيدة. تنسوش تعمل لايك للفيديو ده واشتراك في القناة لسه ما اشتركش. في أمان الله.